بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وعرفنا في آخر الحلقة السابقة سبب نزولها، وهي أن جماعة من الصحابة كانوا في غزوة، فجاء رجل يسوق غنما وسلم عليهم، ظنوه من الكفار، وأنه قال هذه الكلمة ليتوقع بها القتل، فبادروا وقتلوه وأخذوا الغنم بناء على أنها مال حربي. فأنزل الله هذه الآية: فتبينوا، يعني تثبتوا من حالة من ألقى إليكم السلام. فمن أظهر الإسلام وتكلم بكلمة الإسلام فإنه يقبل منه ذلك ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التسرع في قتل الكافر بعدما يظهر ما يدل على إسلامه، حتى يظهر منه ما يخالف قوله من أنواع الردة. وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه خلاف ما يظهر، بأن يرتكب ناقضا من نواقض الردة، من نواقض الإسلام، ولا يكون له عذر في ذلك. هذا فيه أصل عظيم، وهو أنه لا يحكم بالكفر على من ظاهره الإسلام إلا إذا لم يبقى محمل له محمل يدرأ عنه التكفير. قال تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تبتغون الطمع، فتقتلون من يظهر الإسلام من أجل الطمع في ماله، وهذا أمر لا يجوز، فإن القتال في سبيل الله لم يشرع لأجل طمع الدنيا، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل. وأبيحت الغنائم، وهي التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار من خلال القتال أو من خلال الصلح والمهادنة، أما بهذه الطريقة أنه يبادر بقتل من أظهر الإسلام من أجل أخذ ماله، فهذا أمر لا يجوز. تبتغون عرض الدنيا، وسمي عرضا لأنه يزول، العرض ما يعرض ثم يزول، فالدنيا كلها زائلة والآخرة هي الباقية. تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الله جل وعلا عوضكم بالمغانم التي هي حلال للمسلمين، قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والغنيمة ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في القتال أو بالصلح أو بغير ذلك من آثار الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لأمرين: أولا لإضعاف الكفار، وثانيا لتقوية المسلمين بهذا المال.
وهذا يعوض عن ما فعله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة بقتل هذا الرجل الذي أظهر الإسلام وألقى السلام طمعا فيما معه من المال. قال الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل. كذلك كنتم من قبل، فيه معنيان: أحدهما كذلك كنتم، أي كنتم كفارا ثم من الله عليكم بالإسلام وحقنت دماؤكم، فهذا الرجل الذي قتلتموه هذا مثلكم، كان كافرا ثم أسلم فحقن الله دمه بالإسلام، فلماذا تقتلونه؟ كذلك كنتم من قبل، لماذا حقنت دماؤكم بالإسلام ولم يحقن دم هذا الرجل؟ فهذا من باب التذكير لهم. والمعنى الثاني: كذلك كنتم من قبل، أي أن هذا الرجل كان مخفيا إسلامه خوفا من قومه، خوفا من قومه، لأنه بين أناس كفار فكان يخفي إسلامه. وكذلك كنتم من قبل، يوم كنتم في مكة كنتم مستضعفين وتخفون إسلامكم خوفا من الكفار، فهذا مثلكم. تذكروا هذه النعمة العظيمة، وهذا الرجل كان حالته مثل حالتكم يوم كنتم في مكة، ولهذا قال: فمن الله عليكم، من الله عليكم بالإسلام الذي حقن به دماءكم، ومن عليكم بالهجرة التي قوت جماعتكم وشوكتكم، فتبينوا، يعني تثبتوا. كرر الله الأمر في التبين في موضعين من هذه الآية، مما يدل على أهمية التثبت في الأمور وعدم التسرع، ولا سيما في الأمور الخطرة التي تستباح بها الدماء وتؤخذ بها الأموال. وفي موضع ثالث في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا من خبره لئلا يكون كاذبا، أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه نتيجة عدم التثبت، وهو أن ذلك يوقع في الخطأ والتعدي بدون حق، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال جل وعلا: إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأنه يجب عليهم أن يراقبوا الله جل وعلا في تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم، وأن لا ينساقوا مع رغبات النفوس والأطماع، بل عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى فيما يفعلون في أنفسهم وما يفعلون مع غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ومحصن عليهم أعمالهم ومحاسبهم عليها يوم القيامة. وهذا فيه وصف الله جل وعلا بأنه خبير، خبير بكل شيء، عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ختم الآية بهذه الخاتمة العظيمة، وهي إثبات وتأكيد أن الله خبير بأعمال العباد، تصرفاتهم، فيأخذ العبد حذره من التسرع في الأمور والوقيعة في الناس من غير تثبت
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.